أعزائي المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى هذه الحلقة الخاصة تحت عنوان قيادة ومشاركة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه الحلقات ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الذي ينفذ من قبل شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NBE، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة في المنظمات الأهلية الفلسطينية. نفتح باب النقاش، أرحب ضيوفي الكرام. سيكون معنا بعد قليل عبر الخط الهاتفي الأستاذ حمزة دردس، ناشط حقوقي من ذوي الإعاقة البصرية. ستنضم إلينا أيضا الناشطة المجتمعية السيدة ماجدة فرج الله. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد العربي، مدير شبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. يعني نتعرف على الشبكة بداية، يعني نبذة موجزة أهداف هذه الشبكة، المعايير التي يتم العمل بها من خلال هذه الشبكة. أول شيء سعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين، وبداية بدي أشكر إذاعة القدس وبدي أشكر شبكة المنظمات الأهلية على إتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة. في الواقع أنه شبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة هي شبكة وطنية تضم في عضويتها مؤسسات الإعاقة في قطاع غزة. المؤسسات الإعاقة يعني هي المؤسسات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي 5 مؤسسات و6 مجموعات دعم ذاتي. تم تأسيس هذه الشبكة في العام 2013 بقيادة مجموعة هذه المؤسسات لتكون الحاضنة لاستراتيجيات العمل في واقع أو في حقل الإعاقة في قطاع غزة وفي فلسطين. وتهدف هذه الشبكة إلى الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وفي فلسطين، والتنسيق بين أجسام الإعاقة الموجودة في قطاع غزة، وكذلك تطوير الخطط الاستراتيجية و الرقابة على جودة الخدمات المقدمة من الحكومة ومن المؤسسات المزودة للخدمة في قطاع غزة. أستاذ محمد، أنت برأيك يعني وأنت منخرط في هذا المجال، كيف هي يعني حال المؤسسات والجمعيات التي تهتم بذوي الإعاقة من وجهة نظرك؟ كيف هو الواقع؟ كيف هو الحال؟ يعني إذا بدنا نحكي عن واقع مؤسسات الإعاقة، بدنا نحكي عن الواقع في فلسطين بشكل عام. يعني الحصار والعدوان الأخير على غزة وما يتعلق بموضوع كوفيد-19، كل هذه الأشياء أثرت على مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بما فيها مؤسسات الأشخاص من ذوي الإعاقة. التمويل كمان بالفترة الأخيرة كان قل شوية وصار مشروط من تعارفة، فبالتالي المؤسسات يعني تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهنالك نقص كبير في تلبية الاحتياجات. تمام، على سبيل المثال إلى الحصر، التعليم طبعا بحاجة إلى إدماج شامل، وحتى اللحظة ما استطاعت مؤسسات الإعاقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من إدراج الإعاقة في التعليم، وإن تم إدراجها فهو بشكل جزئي. ما يتعلق ببطاقة المعاقل، يعني تم المفترض أنها تصدر في سنة 99، لحد اللحظة ما صدرت. كمان في عندنا مشكلة كبيرة في موضوع الأدوية والعلاج بالخارج فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وفيما يتعلق بكوفيد-19. حتى اللحظة هاي الأشياء ما قدرنا أنه إحنا نلبيها بالشكل الذي يجب للأشخاص ذوي الإعاقة وبجودة عالية. كمان فيما يتعلق بموضوع التشغيل الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، هنالك مشاكل كثيرة تتعلق بالعمل الحكومي والعمل الخاص فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤخرا ما يتعلق بمستحقات التنمية الاجتماعية اللي إلها تقريبا 8 شهور أو 9 شهور ما تقاضى مستحقيها حتى الآن رواتبهم.
فبالتالي الوضع سيء على المجتمع بشكل عام وبشكل خاص على الأشخاص من ذوي الإعاقة. أستاذ محمد، يعني كل هذه المشاكل عندما نتحدث مثلا في اليوم العالمي لذوي الإعاقة دائما تتكرر، يعني نفس المشاكل والتحديات التي يعني تقف أمام ذوي الإعاقة وحقوقهم، سواء كما ذكرت من الناحية التعليمية، من توفير فرص عمل، توفير مصدر دخل، خاصة في الخدمات الصحية يمكن ترى طوابير من ذوي الإعاقة يقفون، وهذا يمكن مشهد غير لائق بالنسبة لهذه الشريحة، عدم الاندماج أو الانخراط في المجتمع، حتى عندما يتقدمون لوظائف تصل لبعضهم أنه هو غير لائق يعني للعمل. نعم. يعني كل هذه التحديات التي تقف يعني أمام هذا الواقع، وأنتم تحضرون وتحضرون مؤتمرات وتناقشون ربما هذه القضايا، كيف يكون طرح هذه القضايا عندما تطرح على الطاولة؟ كيف تكون ردود الأفعال ومدى الاستجابة؟ نعم، بالواقع أنه إحنا في عنا مشكلتين، مشكلة أنه في عنا حكومتين، حكومة غزة وحكومة الضفة، وعنا المشكلة الثانية لها علاقة بواقع المؤسسات أنفسها، أنه المؤسسات كمان لما بتطرح الموضوع اللي فيما يتعلق بالإعاقة هي مش مؤسسات موحدة حتى اللحظة حتى تطرح هذه القضايا بشكل قوي ويطبق على الطاولة. دائما ما نصطدم بواقع أنه الإمكانيات المالية لا تسمح. دائما من سنة 99 عندما أقر القانون حتى هذه اللحظة ونحن نطالب بتطبيق هذا القانون وإيجاد لوائح تنفيذية لهذا القانون، ولكن للأسف الشديد نصطدم بواقع أنه الموازنات المالية لا تسمح. البطاقة الشخص ذوي الإعاقة أو بطاقة المعاق ما يسمونها منذ سنة 99 ونحن نطالب بتطبيق هذه البطاقة ورزمة الخدمات المقدمة فيها، ونحن نصطدم أيضا بواقع أنه الانقسام يعني هل الفلسطيني. هل هذه البطاقة مهمة مثلا؟ يعني نتعرف على رزمة مثلا التسهيلات اللي ممكن لو يعني خرجت هذه البطاقة لنور تسهل على ذوي الإعاقة. بالضبط، هي البطاقة هي يعني مش شكل البطاقة هو اللي بيعنينا بقدر ما أنه رزمة الخدمات وتوصيف الإعاقة للشخص نفسه، قديش نسبة الإعاقة عنده 40% أو 50%، وقديش يستحق من الإعفاءات داخل الحكومة، التعليم المجاني، التعليم المجاني الجامعي، ما يتعلق بالخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية، كل هذه الأمور في رزمة الخدمات التي تقدم من خلال بطاقة الشخص ذوي الإعاقة. هذه البطاقة لم تنفذ حتى الآن بحجة أنه يعني لا يوجد موازنة لدى الحكومة. طبعا كمان فيما يتعلق بمطالباتنا إحنا من ضغط ومناصرة وأمور زي هيك، كل سنة بنعمل اعتصامات وكل سنة بنعمل وقفات أمام وزارة التنمية الاجتماعية، أمام الأمم المتحدة، أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، للمطالبة بتغيير هذا الواقع المرير الذي يعيشه الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن زي ما حكيت لك دائما يعني يعلق على شماعة الانقسام كل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الآجلة التي لم تنفذ حتى هذه اللحظة. طيب، يعني أستاذ محمد، دائما الضحية سواء في الحروب سواء في الانتهاكات الإسرائيلية بكون هم الشريحة الأكثر ضعفا وهشاشة في المجتمع اللي هم ذوي الإعاقة، يعني والأعداد في ازدياد خاصة بعد الحروب يعني على قطاع غزة. الآن أليس من الأجدى أن يعني يرتفع الصوت عاليا ويطالبوا بكل صراحة بهذه الحقوق، لأنه فرضوا أنفسهم أو الأعداد فرضت نفسها في قطاع غزة في هذا المجال؟ نعم، هو صراحة أنه يعني بديش أحكي لك أنه ما فيش تغيير في الواقع، هو في تغيير ولكن هذا التغيير ليس جذري وبطيء جدا، يعني كأننا نحفر في الصخر في واقع الإعاقة. تحسن الواقع نوعا ما بعد الحروب الأخيرة، الثلاث حروب الأخيرة، وبعد ما يتعلق مسيرات العودة، مسيرات العودة، أنه يعني أصبح تقريبا في كل بيت شخص من ذوي الإعاقة وما شابه، ولكن زي ما حكيت لك الواقع الفلسطيني يعني يجبرنا في بعض الأحيان على موضوع الإغاثة وليس موضوع التنمية، يجبرنا في بعض الأحيان أنه نتغاضى عن بعض المواضيع لأنه لها علاقة بالخلاف الفلسطيني وليس لها علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو مؤسساتهم. فبالتالي إحنا بنطالب بهذه الحقوق بشكل سلمي حتى إن شاء الله تتطبق هذه الحقوق، ولكن نأمل أنه بالفترة الجاية أنه يكون صوت للأشخاص ذوي الإعاقة سواء في المجالس التشريعية أو في المجالس البلدية والانتخابات القادمة، حتى نستطيع نيل حقوقنا بشكل أقوى وبشكل أقبى من خلال إيجاد مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المنظومة. تحدثت عن المجالس البلدية، هل بيتم تنسيق وتشبيك مثلا مع
مجالس البلديات أنه مثلا في أي خطوة إعمار قادمة يكون لهم نصيب؟ لأن كما حكينا أنه الأعداد في ازدياد وهم بفرضوا نفسهم هذه الشريحة، فهل أنتم بكون يعني في اجتماعات مثلا مع البلديات أنه يكون مثلا ذوي الإعاقة على سلم الأولويات في الطرق، في البنايات السكنية، في المدارس، في الجامعات، في الوزارات؟ مدى الاستجابة لمثل هذه المطالب مشروعة؟ صراحة بغض النظر عن أنه في حروب أو فيش حروب، إحنا اجتهدنا وعملنا ضغط ومناصرة على البلديات من قبل ما يقارب 7 أو 8 سنوات فيما يتعلق في موضوع الإعمار أو فيما يتعلق في موضوع البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووقعنا ميثاق شرف لدى جميع بلديات قطاع غزة تجبرهم بأن لا يتم استصدار أي تصريح للبناء سواء كان عام أو خاص إلا أن يكون موائم للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا الميثاق موجود لدي تم توقيعه من رؤساء بلديات قطاع غزة، ولكن للأسف الشديد نصطدم بأنه لم يطبق بشكل كامل، يعني يطبق بشكل جزئي في البنايات العامة، في الشوارع العامة، شارع الرشيد البحر تم تطبيق جزئي منه، كمان البلدية ساهمت في إيجاد قطعة أرض لإقامة أول استراحة موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وهذه الاستراحة يؤمها الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني إحنا بننتزع الحق انتزاع، ولكن كمفهوم عام لدى البلديات أنه يطبق هذا القانون بشكل جذري للأشخاص ذوي الإعاقة في البنايات العامة في الأماكن العامة، نصطدم في بعض الأحيان أنه في تجاوزات في هذا الموضوع. نسعى من خلال البلدية ومن خلال رئيس بلدية غزة وجميع البلديات أنه يعني يطبق هذا القانون بشكل جذري، وكذلك تم استصدار كتاب من وزارة الحكم المحلي تم توزيعه على جميع بلديات قطاع غزة بأن لا يكون هنالك أي مكان غير موائم للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى على مستوى المؤسسات والشركات زي الشركات الكبيرة اللي فيها مواد غذائية وأمور زي هيك، قعدنا معاهم ووضحنا لهم أنه الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حق في الدخول والشراء أسوة بأقرانهم، أنه أنتم بتوسعوا يعني الدائرة الشرائية للمؤسسة وكذا، واستجابت بعض المؤسسات الكثيرة في هذا الموضوع. أستاذ محمد، دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، هل هناك عوائق أو تحديات تقف أمام هذا الموضوع؟ لا سيما أن يعني الكثير مثلا مما تقدموا للوظائف وصلتهم رسائل أنك أنت غير لائق للعمل، بغض النظر عن يعني طبيعة هذه الإعاقة، كيف تعلق على ذلك؟ نعم، صراحة أنه الموضوع يرتبط بالثقافة، يرتبط بالثقافة ويرتبط بالفهم لدى بعض المؤسسات ولدى بعض الوزارات، أنه هاي المؤسسات ما فيها قوانين حاسمة فيما يتعلق بإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة، بمعنى أنه مثلا وزارة التنمية الاجتماعية على سبيل المثال الأصل أنه هي الهرم الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، تمام، حد اللحظة مثلا أنه مش موائمة بشكل كامل لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، فهان في مشكلة بالفهم في تطبيق القانون أو الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما يتعلق بالتوظيف، صراحة أنه في خطوة مؤخرا كانت يعني جيدة، أنه تقريبا تم توظيف 68 شخص من ذوي الإعاقة هذا العام في الوظائف الحكومية، وتم تسهيل بعض الأمور فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. في كانت مشكلة تتعلق بالإعاقة البصرية بشكل خاص في بعض الوظائف، أنه بتقول الحكومة أنه غير لائق، في مجموعة من الاعتصامات تمت ل يعني احتضان هذه المشكلة وتسهيلها وإعادة بلورتها بطريقة تانية، أنه يتم استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الوظائف الحكومية بعيدا عن كلمة غير لائق التي جرحت بعض الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. في يعني لجنة بتكون مثلا مسؤولة عن تطبيق هذه القرارات يعني داخل، يعني ممكن بعض المؤسسات تتحايل مثلا على القانون وتتهرب من دمج مثلا ذوي الإعاقة في المجتمع سواء في المدارس، في الجامعات، في الوظائف. هل بيكون مثلا لجنة مختصة تتابع عن كثب تطبيق هذه القرارات داخل مؤسسات المجتمع المحلي؟ والله هو المفترض أنه كل مؤسسات السلطة برمتها، يعني كل الوزارات الحكومية لديها دائرة رقابة تتابع تنفيذ مجريات العمل فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن للأسف هذه الدوائر غير موجودة أو غير مفعلة. المسؤول عمليا عن ملف الإعاقة في السلطة الوطنية حتى هذه اللحظة هي وزارة التنمية الاجتماعية،
تمام. إحنا كمؤسسات مجتمع مدني بنراقب على جودة الخدمات اللي بتقدمها الحكومة بتقدمها الوزارة، ولكن كلجنة مخصصة لهذا الموضوع إنه يتم يعني إبقاء الشكاوي أو إرسال الشكاوي لهذه اللجنة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى اللحظة لم يكون هنالك يعني لا يوجد لجنة متخصصة هي المسؤولة عن هذا الملف برمته. نسعى من خلال القانون الجديد أو الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنه يكون في عنا مجلس أعلى للإعاقة. هذا المجلس يضم في طياته المفترض إنه لجنة تتابع الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص من ذوي الإعاقة. دعنا سيد محمد نرحب بالسيد حمزة دردس الناشط الحقوقي من ذوي الإعاقة البصرية. أستاذ حمزة السلام عليكم، أسعد الله صباحك بكل خير. أسعد الله صباحك أستاذة وصباح ضيوفك وجميع المستمعين. كنا نتحدث مع الأستاذ محمد يعني في مجال التعليم لذوي الإعاقة أو التقدم للوظائف، كان تصل رسائل للمتقدمين مع أنهم اجتازوا يعني جميع مراحل الامتحان وبتفوق، وصلتهم رسائل بأنهم غير لائقين يعني بالعمل. بالبداية نريد أن نتعرف منك يعني عن يعني ذوي الإعاقة البصرية، نتعرف على هذه الشريحة، ماذا نعني بذلك؟ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية هم مواطنون مثلهم مثل سائر أفراد المجتمع. يجب على الحكومة كجهة تنفيذية مخولة بتطبيق القانون وعلى جميع مؤسسات المجتمع المحلي من قطاع خاص من قطاع مجتمع مدني أن يتخذ من الإجراءات ومن التدابير ومن الآليات العملية والإجرائية ما يضمن وصولهم لكافة الحقوق والخدمات المجتمعية، سواء كانت هذه الحقوق لها علاقة بالتعليم بالعمل بالصحة بالحياة الرياضية بكافة مجالات المجتمع. الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية هم لديهم من الطاقات ومن الإمكانيات ومن القدرات ومن المهارات ما يؤهلهم ويمكنهم للوصول والانخراط بالمجتمع، لكن على أرض الواقع يصطدمون بمعيقات لها علاقة بالقوانين، لها علاقة بالسياسات، لها علاقة بالبيئة المكانية من موائمة، لها علاقة بالنظرة السلبية لدى أفراد المجتمع، لها علاقة بالكثير من التحديات والمعيقات المجتمعية. وحقيقة يعني في الأوقات الأخيرة اصطدموا بمعيق قانوني وهو ما ذكرتيه حضرتك، وهو موضوع أن الحكومة أصبحت تضع وصمة وبصمة على هذه الشريحة عندما يتقدموا لوظائف بأنهم غير لائقين، وهذا حقيقة يتنافى مع ابتداء مع كافة القيم الإنسانية. لأنه أن تصف شخص لديه إعاقة بأنه غير لائق وكأنك تضيف له إعاقة جديدة أو معيق أو معوق جديد مزدوج بإضافة إلى الإعاقة أو التحدي الذي يعاني منه، سواء كانت الإعاقة البصرية يعني كاملة أو متوسطة أو بسيطة. حقيقة ما حدث من إصدار لائحة لا يمت لا للقانون بصلة ولا يمت لا للسياسات بصلة ولا يمت للقيم بصلة بصراحة. وكان يجب على الحكومة وديوان الموظفين أن لا يتخذ هذا الإجراء، لأنه في النهاية صحيح أن عدم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة هو تحدي ومعيق، ولكن أن يكون عدم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بمصوغ قانوني هذه الكارثة وهذه المصيبة الحقيقية. يعني أن يتقدم الشخص ذوي الإعاقة للوظيفة وأن لا يحصل عليها، هذا مثل أي خريج، يعني أي خريج يتقدم لوظيفة وقد يحصل وقد لا يحصل. لكن أن يخرج ذوي الإعاقة من المقابلة فتصله رسالة بأنه غير لائق، بصراحة هذه
علامة استفهام، وهذه يعني تجاوز أنا أقول لكل الخطوط الحمراء بما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إنسانيا وقانونيا. يعني هل نحن سيد حمزة نعود للوراء يعني عبر التاريخ لو يعني أردنا يعني نركز على ذوي الإعاقة البصرية، كانوا من العلماء والجهابذة والذين قاموا بالتدريس، طه حسين مثلا يعني، والكثير مما لا أذكر الأسماء الآن غير حاضرة، نحن مما درسونا في الجامعات كانوا يعني من ذوي الإعاقة البصرية، يعني هل المجتمع يتقدم أم يعود إلى الوراء؟ ما هو هان التساؤل الأبرز عندما قلنا يعني كان هناك حتى عديد من ورش العمل ومن حملات المساءلة للحكومة، على أي يعني ما هو السند القانوني، ما هو المصور القانوني الذي استندت إليه الجهات المعنية عندما أصدرت هكذا قرار؟ بصراحة لم نجد إجابة قانونية ولا إجرائية ولا شيء له علاقة بالسياسات. الموضوع مجموعة من الأشخاص، يعني أنا يعني في أحد اللقاءات صراحة تساؤل كبير عندما ما هو المصوغ القانوني، ما هو النظام اللي اعتمدت عليه سواء كان محلي ولا إقليمي ولا دولي. لا توجد دولة في العالم على كل دول العالم المتقدمة والنامية يوجد لديها نظام يضع وصمة ويسمي الأشخاص ذوي الإعاقة بقضية غير لائق. بصراحة كان على الأجدر أنه إحنا بعد 22 سنة من 99 لليوم إلى 2021 الأشخاص ذوي الإعاقة هناك قانون واضح أنه يجب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%. اللي بعد 22 سنة نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لا تتعدى 1%، ومن ثم يصطدم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعيق جديد، قضية الغير لائق. هذه يعني أستاذة ستفرض أو ستضع مصور حتى للقطاع الخاص، لأنه اليوم بدأ يعلو صوت أنه إذا كان القطاع العام لا يهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة، بل إذا كان القطاع العام يصف الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم غير لائقين، فماذا ننتظر من القطاع الخاص؟ ماذا ننتظر من مؤسسات المجتمع المحلي؟ بصراحة ما حدث في بداية العام كان من الأجدر أن يكون هناك لوائح وقرارات وإجراءات تنصف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتأخذ لا أقول بأيديهم، بل تأخذ بمهاراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم. كما ذكرت هناك من هم حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، هناك من هو من يمتلك الخبرة ويستطيع أن ينافس في كل الوظائف. اليوم صحيح. الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في ظل التطور التكنولوجي اقتحموا هذا العالم الجديد وهذا العالم الافتراضي، هم يستطيعون أن يديروا مواقع إلكترونية صحيح. وصفحات إلكترونية. فأن نأتي إلى وأن نمنعهم من وظائف مارسوها وأبدعوا فيها، اللي هو مثلا وظيفة التدريس. صحيح. اليوم الشخص ذوي الإعاقة البصرية وزارة التربية والتعليم بتقول لك إنه والله إحنا ما عندناش مدارس كافية. يعني وأصبحنا بل أصبحت التحديات والمعيقات الموجودة في الوزارات الحكومية أصبحت للأسف من يتحمل وزرها الشخص ذوي الإعاقة. يعني بدل من أن تتخذ الحكومة والمؤسسات الحكومية إجراءات توائم وتلائم بيئتها المكانية لتصبح بيئة متاحة وبيئة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا، عدم المواءمة أصبح من يتحمل وزره ومن يتحمل نتيجته هم الأشخاص ذوي الإعاقة. وبصراحة يعني هذا رجوع للوراء، لا أقول سنوات بل كثيرا وكثيرا وكثيرا. يعني نحن اليوم العالم أصبح يطالب بالمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، نعم. بالمشاركة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتمثيل في صنع القرار السياسي داخل الأحزاب والمنظمات، بالترشح للمجالس البلدية والتشريعية. إذا ونحن ما زلنا نتحدث عن لائق وغير لائق في أدنى حق هو الحق في العمل، يعني أصلا الوظائف هي حقوق لجميع الناس، لجميع الخريجين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وما زلنا أيضا نتحدث عن بطاقة عضوية، يعني حدثني أستاذ محمد عن يعني من 99 وهم يطالبون ببطاقة عضوية يعني لذوي الإعاقة، يعني 22 سنة ولم يحصل ذوي الإعاقة على بطاقة عضوية حتى تعطيه يعني بعض أو بطاقة المعاق تعطيه بعض الامتيازات يعني داخل المجتمع، وهذا حقه. يا أستاذة يعني حتى نحن نتحدث عن القطاع الحكومي نتحدث منذ إقرار القانون من 99. يعني هو القضية مش قضية يعني كما ذكر الأستاذ محمد بطاقة المعاق، أصلا لو جئنا لنناقش القانون ولنتأمل القانون ولنقرأ القانون سنجد أن القانون في معظم وجل مواد وبنود ونصوص غير مطبق. أصلا القانون لا يوجد به مواد ونصوص إلزامية تلزم
أصحاب الواجب بتطبيقه. يعني أصلا القانون هو قانون غير آمر، وبالتالي من 99 لليوم هو بجميع أو بمعظم وجل المواد هو غير مطبق. إذا تحدثنا عن بطاقة المفاق، إذا تحدثنا عن الحق في العمل، إذا تحدثنا عن التأمين الصحي، إذا تحدثنا عن كثير من الحقوق. وأصلا وابتداء المشكلة الحقيقية أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم ليس جزء من الخطة الوطنية الفلسطينية. يعني الناظر إلى الخطة الوطنية اللي بتطلقها مجلس الوزراء الفلسطيني سنويا، وإلى الموازنة العامة المتعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، لا يجد شيء له علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكأن الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الوطن. الأشخاص ذوي الإعاقة يعني أصبحنا، وقبل فترة عندما خرج وزير التنمية الاجتماعية وهي الوزارة المختصة قانونا بمتابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، قالها صراحة إنه يعني إحنا ما نقدمه هو منح. لا، ما يقدم للأشخاص ذوي الإعاقة هو حق في القانون. يجب على وزير التنمية ووزارة التنمية وكل الوزارات وكل الجهات أن تعلم ذلك. سيد حمزة، يعني لماذا لا يأخذ بالاعتبار الأعداد؟ يعني أصبح هناك يعني أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها داخل القطاع، نتيجة ظروف، نتيجة حروب، نتيجة يعني انتهاكات إسرائيلية بحق هذه الشريحة. لماذا لا يأخذ يعني هذا بالحسبان؟ والله لا يؤخذ، لأنه في النهاية لا توجد إرادة حقيقية لدى صناع القرار باختلاف درجة قراراتهم بالاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي النهاية الأعداد على أهميتها ليس هي القضية. يعني لو عندنا 100,000 ذوي إعاقة ولا عندنا 50,000 ذوي إعاقة، هم جزء من هذا المجتمع. وما لا يؤخذ جزء وما لا يؤخذ كله لا يؤخذ جزء، بمعنى لا يمكن للمجتمع أن يتقدم أو أن يزدهر أو أن يتطور أو أن يكون من المجتمعات الراقية إذا لم ينظر للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الإعاقة هي مكون أساسي من مكونات التنمية في المجتمعات وفي الدول. وبالتالي إذا أرادت دولتنا ومجتمعنا أن ينمو أن يتقدم أو أن يزدهر، عليه أن ينظر لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة النظرة التنموية والحقوقية. وبالإجابة أيضا على سؤالك، أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن ينظر إليها من زاوية أخرى، وهي حجم الكفاءات والقدرات والطاقات الهائلة لدى معظم الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني اليوم إحنا نتحدث عن إعاقة حركية، سمعية، بصرية، معظمهم من أصحاب الشهادات العلمية. صحيح. يعني حتى الإعاقة السمعية مثلا اليوم أصبحوا يواصلون حياتهم التعليمية ويحصلوا على شهادات. الإعاقة البصرية أصحاب شهادات عليا، الإعاقة الحركية أصحاب شهادات عليا، وأيضا مبدعون بجوانب مختلفة القضية، مش جانب التعليمي فقط، وحتى الجانب التعلمي والرياضي. يعني اليوم هناك أبطال من مثلوا فلسطين. صحيح. في الجانب الرياضي، هناك من مثلوا فلسطين في الجانب الفني، هناك من الأشخاص ذوي الإعاقة وأبدعوا وتقدموا ورفعوا اسم فلسطين عالي. يعني بصراحة القضية تكمن في عدم وجود إرادة حقيقية، في عدم وجود اهتمام، ودعني أكون صريح وصادق وجريء، في عدم وجود أشخاص على قدر من المسؤولية في صنع القرار يهتمون بالأشخاص ذوي الإعاقة. لأنه بصراحة من أراد أن يكون مهتم بقضايا يجب أن يكون شخص مناسب في المكان المناسب، وللأسف في كثير من القطاعات لا نجد الشخص المناسب في المكان المناسب. وهذا مش ما أوصل قضايا الإعاقة حتى إلى مواصيلها الصعبة، ما أوصل كثير من القضايا المجتمعية إلى ما أوصلت إليه. أشكرك جزيل الشكر السيد حمزة دردس، الناشط الحقوقي من ذوي الإعاقة البصرية، على هذه المداخلة والمشاركة. أرحب بك أستاذ محمد مرة أخرى. تحدث عن الجانب الرياضي، قرأت أن لك أنت أيضا في الجانب الرياضي يعني والتخفيف ربما والدعم النفسي. الرياضة أيضا يعني تفيد من الناحية النفسية اللي يمكن تكون مهملة في بعض الأحيان. نعم، صراحة أنا بدايات عملي مع الأشخاص ذوي الإعاقة كانت من الجانب الرياضي. كنت لاعب بداية حياتي، وبعد هيك أسست أول نادي للأشخاص ذوي الإعاقة، نادي السلام الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكنت على رأس مجلس إدارته لفترة طويلة. صراحة استخدمنا الرياضة كأسلوب أو كنموذج جديد للدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني هو كان وسيلة لكسر العزلة المجتمعية ووضعهم ضمن فرق رياضية تمارس الأنشطة الرياضية، ومن ثم تمثل فلسطين في المحافل الدولية وترفع علم فلسطين في هذه المحافل.
صراحة وجدنا أن الرياضة هي مدخل كبير للدمج المجتمعي، وكذلك لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في المجتمع. على سبيل المثال للحصر، يأتي لدينا اللاعب الرياضي أو الشخص من ذوي الإعاقة منحصر في بيته، منعزل في بيته، نقوم بتدريبه ودمجه في أحد الفرق الرياضية، سواء كانت سلة أو سباحة أو كرة هدف لذوي الإعاقة البصرية أو كرة قدم للإعاقة السمعية أو ألعاب قوة. وبعد ذلك نرى ما هي احتياجاته، يعني لو كان عنده ميول علمي نعيد اندماجه في المدرسة ومن ثم الجامعة. لو كان عنده ميول مهني بنقوم بتدريبه على التشغيل المهني في الأشياء اللي هو ممكن يرغبها ويحبها، وبعد ذلك نقوم بعمل مشروع صغير لهذا الشخص بحيث أنه يعتمد فيه على نفسه من خلال أهله، من خلال ذويه أو المساعدين القريبين منه. فبالتالي احنا بنكون حققنا هدفين، الهدف الأول هو الدعم النفسي لهذا الشخص، الهدف الثاني هو وضعه على بوابة الدمج المجتمعي وأنه يندرج وينخرط في المجتمع مرة أخرى من خلال هذه الرياضة. وبالمناسبة أنه معظم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي حققتها فلسطين في المحافل الدولية هي للأشخاص من ذوي الإعاقة، البطل حسام عزام والبطل محمد فنونة والبطل خميس زقوت، الذين أحرزوا الميداليات في البارالمبيات أو الأولمبيات الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة. سيد محمد، هل بتكون الرحلة سهلة يعني مع التعامل معهم؟ يعني في البداية ممكن يكون يعني يأسان مثلا، أو أنه ليس لديه الإرادة أو العزيمة أو التصميم أنه مثلا يعني يلتحق بالمجال الرياضي، لا سيما إذا كان يعني إعاقته شديدة أو صعبة أو يعني تعيق حركته. فأنتم بالناحية هذه كيف تتعاملون معهم، وخاصة من الناحية النفسية؟ نعم صحيح، هو يعني الوضع العام في المجتمع الفلسطيني للأسف محبط نوعا ما، أنه ما فيش إشي بتحقق، ما فيش إشي جديد في عالمنا الفلسطيني. فبالتالي واقع الأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بأقرانهم، هم بيعانوا من وضع نفسي سيء، من إحباط لأنه المجتمع مش معطيهم حقوقهم وأمور زي هيك. فإحنا بنعاني في أنه بالبداية بالذات في موضوع الفتيات ذوات الإعاقة، أنك أنت تخرجهم من البيت وتقول لأهليهم أنه في رياضة وفي ممارسة رياضة وهذا الإشي إيجابي على صحتهم النفسية، كمان بنلاقي مشكلة عند الأهل في بعض الأحيان بسبب الثقافة المجتمعية السائدة. فبعد هيك بنبعث لكن مجموعة. في مدربات خاص ممكن. طبعا في عنا مدربات مختصات في ذوي الإعاقة، بنبعث مجموعة من الفتيات لزيارة هذه الأسرة لإقناع الأهل أول شيء بأنهم يعني يطلعوها من البيت وأنها تيجي تمارس الرياضة. بعد هيك شوي شوي بصيروا الأهل يندمجوا ويشاركوا معانا بهذه الفعاليات وهذه الأنشطة، وبيجوا بيشجعوا الفتيات وبيجوا بيشجعوا الشباب والأشبال من ذوي الإعاقة. بالطبع بعد هيك شوي شوي بصير هو الشخص كمان يستقطب بعض الأشخاص صحيح. الآخرين اللي عارفهم يعني بيعيشوا في جو عزلة أو بيعيشوا في جو أسري نوعا ما خلينا نحكي مش مرضي. فبالتالي شوية شوية الرياضة أخذت دورها في أنه تعيد للأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم وتعيد للأشخاص ذوي الإعاقة كينونتهم في المجتمع. بالأمس كان مناضل يقوم بنضال من أجل فلسطين تم إصابته تم جرحه، اليوم أيضا يناضل بطريقة أخرى من خلال رفع علم فلسطين في المحافل الدولية. دعني أرحب أستاذ محمد بالسيدة ماجدة فرج الله ناشطة المجتمعية. سيدة ماجدة السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا، أهلا بك. يعني أنت كتبت كثيرا في مجال النظرة المجتمعية النمطية لذوي الإعاقة بمختلف أشكالها، لو سلطنا ضوء على هذه القضية. أكيد، أول حاجة أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. أهلا بك محمد العربي، إذا تقول كثير إحنا كناشطين أو كناشطين في مجال الإعاقة ذوي الإعاقة كتبنا كثير عن النظرة المجتمعية النمطية السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة. وممكن أنه أنا لو مثلا بدي أحدد نساء ذوات الإعاقة بتحسي أنه في نظرة كمان سلبية مضاعفة عليهم أو عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. تحسي المجتمع بينظر لهذه الفئة وفئات الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم فئة غير قادر على الإنتاج، غير قادر على العمل، غير قادر على العطاء، وحتى على أبسط الحقوق اللي هو حق تكوين الأسرة، حق الزواج. هاي النظرة النمطية السلبية السائدة للأسف في مجتمعنا.
كون يمكن القوانين التشريعات عندنا بدها تعديل او بدها تطبيق، كون المجتمع نفسه عنده نقص في التوعية حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، حول المصطلحات الحقوقية، حول بروتوكول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. لهيك أنا بكتب وغيري بيكتب عشان أقدر أوضح للمجتمع حقنا في الحياة، في العيش بشكل كريم، في المشاركة في الحياة بكل اتجاهاتها. يعني سيدة ماجدة، أنت شاركت في الكثير من المؤتمرات والندوات وحققت إنجازات، نتحدث عن ذلك في سبيل التشجيع والدعم النفسي لهذه الشريحة. تمام. في البداية أنا في يعني واجهت صعوبات كوني فتاة من ذوات الإعاقة البصرية الجزئية، لكن بحب أحكي إن أنا ما استسلمت، بالعكس أخذت تدريبات كتير، حضرت ندوات، تدريبات في مجال الإعاقة، ومش بس في مجال الإعاقة، لا في غير الإعاقة، لأنه أنا الحياة بشكل عام بتهمني مش فقط موضوعات الإعاقة. تدريبات مكثفة في عدة مجالات مهمة في الحياة، في العمل، في الحقوق، في البروتوكول، كمان مؤتمرات دولية حصلت عليها وطلعت وحضرت من أجل زيادة الوعي عندي، عشان أقدر الخبرة إن أنا أطوعها في هذا المجال وأقدر أخلي فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة يستفيدوا من خبرتي. كمان مش بس إن أنا بحضر، لا كمان بعطي تدريبات في هذا المجال، في مجال الإعاقة، في مجال الحقوق، في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحديدا لمصدر الفتيات والنساء ذوات الإعاقة. حصلت على تجارب كثير مميزة وكثير حلوة في سبيل خدمة فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وخدمة نفسي أيضا في مجال إن أنا أطلع وأشوف العالم وأطور من نفسي، كمان عشان أنقل خبرتي لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة، نشجعهم وندعمهم ونحكي إن الحياة ما بتقف عند حاجز الإعاقة وعند هذا التحدي، بالعكس ممكن تكون أنت إعاقتك سبب في إنه أنت تطلع للعالم وتوريهم قدراتك وإنجازاتك وإبداعاتك. رئيس بلدية كمان كنت يا ماجدة قبل كم من يوم في يوم الإعاقة مظبوط. العالمي، يا ريت تحكي لنا عنها. اليوم واحد فقط. طيب نتحدث عن هذه التجربة الفريدة من نوعها. يسعدك يا أبو عوض. هذا في إطار فعاليات يوم الإعاقة العالمي يعني في اللي 3/12. 3/12 مظبوط من كل عام. فاقترحنا فكرة إنه يعني ليش ما يتم الأشخاص من ذوي الإعاقة شباب وصبايا، ليه ما يديروا الحكم المحلي في مناطقهم؟ ففي صبايا وشباب داروا البلديات، من ضمنهم انا في بلديه المصيرات، بحكم ان انا ساكنه في المصيرات زرت البلديه لمده يوم واحد، فكانت تجربه جدا مميزه. خلينا نحكي لحضرتك ولابو عوض وللناس اللي بيسمعونا انه انا لما قعدت على كرسي البلديه اعطيت نظرة بتحس إنه مش بس من حق الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة، لا كمان من حق النساء. يعني أنا لو بفتش بلاقيش ولا سيدة رئيس بلدية. صحيح. أنا أعطى انطباع، يعني أنا كنت مبسوطة جدا من التفاعل والتعليقات على صفحتي وعلى صفحات الناس اللي شاركوا، إنه يعني فعلا حق النساء إنهم يشاركوا، ليش ما نعطي فرصة للنساء بغض النظر سواء كانت إعاقة ولا بدون إعاقة. لكن كيف يعني، كيف كان هذا اليوم؟ يعني تصرفتي بكل حرية وقدرتي وأنجزتي؟ اكيد. تسلمت رئاسه البلديه لمده يوم واحد. رئيس البلديه اعطاني كافه الصلاحيات، استقبلت شكاوي المواطنين، الحمد لله حلينا 3 مشاكل تقريبا للمواطنين، توقيعات مهمه، ختم على اوراق مهمه، تصرفت كرئيس بلديه عادي جدا. استصدرت قرار فيما يتعلق بموائمة الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة النصيرات؟ تقريبا قرار لا، ولكن تحدثنا في الموضوع ووعدوا انه يعني حيكون في البناء الجديد الموائمه الكامله للاشخاص ذوي الاعاقه. طب ما انت كنت رئيس بلديه، ما كان مضيت على القرار وخلصنا. كان استغلت الفرصه هو عشان ينفذ موجود، هذا القرار. هو موجود في التراخيص وفي البناء موجود انه موضوع الموائمه. ما احنا كل مرة بنحكي انه موجود. طيب سيدة ماجدة، الآن يعني برأيك ما هو المطلوب لدعم وتعزيز يعني شريحة ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني؟ مطلوب كثير، مطلوب من كافة النواحي، من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، من المجتمع، من الأهالي، من المؤسسات، إنه أنت أشخاص ذوي إعاقة ما تضلكوش قاعدين، ما تضلكوش ساكتين، اطلعوا شوفوا شو حقوقكم، شوفوا شو واجباتكم، اتثقفوا في هذا المجال أكثر. في مؤسسات كثير بتهتم بهذا الموضوع،
كمان رسالة للمؤسسات إنه نهتم أكثر بهاي الفئة من منظور حقوقي أكثر. للأسف في مؤسسات بتحكي لك أنا بتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا وكذا، لكن مصطلحاتهم خطأ مثلا، التعامل معهم يعني بشكل في شكل جزء منه بيكون مغلوط. للمجتمع إصدار القرارات أو تفعيل القرارات الخاصة زي ما حكيت قبل شوي مثلا في موضوع الموائمة، في موضوع العمل بالأخص المشكلة الأخيرة، القضية الأخيرة اللي صارت مع ديوان الموظفين، قضية غير لائق على أي أساس ديوان الموظفين وعلى أي أساس التربية بتعطي تصدر هذا. يمكن قد نكون فقدنا الاتصال بالسيدة ماجدة فرج الله الناشطة المجتمعية في مجال ذوي الإعاقة، نشكرها على هذه المداخلة وهذا الحوار. أعود بالدقائق الأخيرة مع السيد محمد العربي مدير شبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن نريد في الدقائق الأخيرة سيد محمد أتحدث عن تجربتك، تحدثنا من ناحية رياضية، تحدثنا أيضا يمكن الناس لا تعرف أنك يعني قمت بكراسي متحركة حولتها عن طريق الشمسية، وهذا يعتبر إنجاز وإحساسك من داخلك باحتياجات ذوي الإعاقة، نتحدث عن ذلك. نعم صحيح، فيما يتعلق في موضوع الطاقة الشمسية كانت قطاع غزة يعاني من مشكلة الانقطاع، لكن أنت تحس أنه في دعم، يعني أنت جاءت لك الفكرة وتريد أن تنفذها، بيكون في دعم ومساندة من قبل المؤسسات المعنية بهذا المجال ولا بتكون وحيد في هذا المضمار؟ لا هو يعني الموضوع لحالك. بحاجة طبعا دائما لأنه تكون الفكرة رائدة وتكون بتخدم هذه الشريحة، يعني بمعنى أنه هذا الموضوع كانت في مشكلة كبيرة فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة. الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا بيعانوا أنه في أحد الفترات كانت ممكن الصبية أو الشاب اللي على الكرسي الكهربائي ممكن يقف في نص الرمزون، يعني ينقطع يعطل السير وممكن يعرض حياته صحيح. للخطر. فجاءت الفكرة أنه نعمل هذه الكراسي لتحويلها لتعمل بالطاقة الشمسية، فاجتهدت في هذا الموضوع وتقدمت بمشروع كان يميتها لليو ان دي بي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعملنا بايلوت كان عبارة عن 28 كرسي متحرك يعملون بالطاقة الشمسية. تم إنجاز هذا المشروع بشكل كتير كان لائق وكتير كان خدم الأشخاص ذوي الإعاقة. القضية الثانية اللي كان فيها عملية ضغط ومناصرة ونجحنا في انه يعني نتحصل على مشروع بصعوبة كان اللي هو موضوع الشاطئ المواء من الأشخاص ذوي الإعاقة. كان الأشخاص اللي بيستخدموا الكراسي المتحركة ما بيقدروش يصلوا للشط، وكانت هذه معضلة كبيرة انه كتير منهم على مدى سنوات حياته ما وصل للمية او ما حط رجله بالمية او ما حط رجله بالشط. عملنا اعتصام عند دوار ال17 باتجاه مقر بلدية غزة، وطلبنا بأنه يكون لنا قطعة أرض مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. كانت الفكرة بالبداية في رفض من البلدية، بعد هيك شوية شوية قدرنا أنه إحنا ناخد منهم موافقة على يعني أنه نعمل شارع معبد للأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت بداياتها عبارة عن مشروع صغير. بعد هيك احنا يعني اجتهدنا وجبنا تمويل وعملنا أول استراحة موائمة للأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى فلسطين، وهذا يعني أصبحت مكان يحتذى به يأمه الزوار اللي جايين على قطاع غزة. بدي بس أعقب على شغلة صغيرة لها علاقة بالتوصيات اللي سألت فيها الأستاذة ماجدة. أنا بعتقد أنه يعني هنالك العديد من الأشياء اللي إحنا المفترض أنه نعملها حتى نرتقي بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وبالخدمات المقدمة لهم، منها تحييد الانقسام الفلسطيني عن واقع الخدمات المقدمة لقضية الإعاقة وللأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها العمل على إيجاد خطة وطنية استراتيجية للحكومة وللمؤسسات العاملة في حقل الإعاقة، وأيضا العمل على توحيد القوانين. يعني الضفة فيها قوانين، غزة فيها قوانين، بتلاقي أنه في خربطة كتير. المفترض أنه هذه القوانين موحدة صحيح. في شطري الوطن. العمل على تقديم تقرير الظل الخاص بالاتفاقية الدولية اللي وقعت عليها دولة فلسطين في 2/4/2014. العمل على الرقابة على جودة الخدمات، يعني إيش بيسووا الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الإعاقة، المفترض أنها بتراقب على جودة الخدمة المقدمة صحيح. من الدولة، وكذلك العمل على الدمج الشامل
في كافة المؤسسات الوطنية ليستقبلوا ويستوعبوا ويدرجوا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامجهم، وكذلك تبني النهج الحقوقي الشامل لقضايا الإعاقة. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد العربي مدير شبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأشكر ضيوفي كانوا معنا عبر الهاتف السيد حمزة دردس الناشط الحقوقي من ذوي الإعاقة البصرية، وأشكر كذلك السيدة ماجدة فرج الله الناشطة المجتمعية في مجال ذوي الإعاقة. مستمعينا، هذه الحلقة تأتي ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية، تنفيذ شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NBA بهدف ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة في المنظمات الأهلية الفلسطينية. هذه تحية عبد الكريم حرارة وعماد كريرة، وتحياتي إلى اللقاء.